يا ابني. انا اشعر ان روسيا قربت، شايف موسكو امامي في هذه اللقطه. وإلى أخبار منتخبنا الوطني واتحاد الكرة، حيث أعلن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيرسل الاتحاد المصري 2000 تذكرة لكل مباراة لمنتخب مصر في الدور الأول بمونديال روسيا 2018. وأوضح سويلم أن تلك التذاكر ليست مجانية، وسيتم تقنين توزيعها من خلال تشكيل لجنة من اتحاد الكرة ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية ضمانا للشفافية. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster. Bolder. Or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. تلقى اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة دعوة من مجلس النواب لإقامة حفل تكريم للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر في شهر يناير المقبل. وسيتم التنسيق بين اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب من أجل اختيار الموعد المناسب للاحتفال بمناسبة التأهل لمونديال بعد غياب دام 28 عام.